مريضة كتير كتير، الأمعاء بطنها كتير بجحة، ضلنا ننام فيها في المستشفيات كتير. بنتي مريضة كتير كتير، الأمعاء بطنها كتير بجحة، ضلنا ننام فيها في المستشفيات كتير. البنت دمرت، أكل ما في شي، بيض في شي، بطاطا في شي، تفاح في شي، بروتينات ما في شي أي نهائي. الخبز تبعها ناشف كتير ومش متوفر نهائي. هي تعبت كتير، حرارة على طول مرمية، زورها مرة نهجة، عملنا لها منظار من يوم من ولدت وهي تعبانة كتير كتير جدا، طول الليل تعيط، تعبانة كتير. ضلنا رايحين جايين فيها على الأقصى وهي على طول دبلانة، ضعفت، احتمال حتى مية، حتى المية بنشتري لها إياها شرية، مية الصحة بنشتري لها جناني شرية إلها. وهو طبعاً قاعد ما بيشتغلش، والبسكوت والأشياء كلها ممنوعة إلها نهائي. هي طبعاً بتضلها تطلب أشياء وإحنا مش قادرين نوفر لها إياها، تطلع الصغار بكلوا بسكوت، بكلوا أشياء ما بنقدر نوفر لها إياها نهائي. وهي طبعاً هي ما هو بيشتغلش، قاعد، والوضع صعب جداً جداً جداً، وهو حزين على بنته جداً جداً. حتى المية مش قادر يشتريها، حبة فاكهة مش قادر يشتري لها. آخر فترة بتطلع عليها ومش قادر يعمل لها أي إشي. هو بقول لك حتى شرية دواء ما في، مدور على الصيدليات ما في. توجهنا إلى رفح، إحنا كنا نازحين في رفح، توجهنا إلى رفح وتعبت البنت، حرارتها وصلت 40، أسبوع كامل مش راضي تنزل. كتبونا تحويلة بالخارج، حكولي احتمال تضرب عندها الكلى، ممنوع منعا بتاتا تاكل المعلبات، ولع كل إشي فيه مواد حافظة ممنوع، الخبز القمح ممنوع والحليب ممنوع، يعني ما ضلش فيه إشي. عندها حمة البحر الأبيض المتوسط، وعندها حسية القمح، وعندها حسية من الألبان. طبعاً البن قاعدة بتضيع من بين إيدينا، وإحنا مش قادرين نعمل أي إشي، وإحنا منتوسل إليكو إنكو تطلعوها، تطلعوا إلها الطفلة هذه، خوف إن الكلى تضرب عندها أو يصير عندها ضمور.